السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الاثنين 16/9، احنا بنصيد قراميط النهاردة من مصرف المحيط كفر الشيخ. المصرف ده يا جماعة معدي من تحت الطريق قبل البورصة بكيلو، هتلاقي معدي من تحت الطريق وهتلاقي متطهر، وهتلاقي قبل البورصة بكيلو بالظبط، وانت جاي وانت رايح من جاي من كفر الشيخ رايح على البورصة هتلاقي معدي من تحت الطريق، هتلاقي متطهر. خش ماشي عكس اتجاه المية، يعني خش شمال. تابعونا رجالة وفي حاجة نصور. شايفين يا جماعة المكان ده فيه قرمتات ده؟ شايفين تقليب ده؟ شايفين هناك؟ قرميط يا جماعة زي الرز بس تقيل أوي في أكله، ما بياكلش، لازم تتلح عليه عشان ياخد معاك. هنا اهو، هناك اهو، في الاخر هناك اهو، اهو الشط التاني برضو اهو، اهو رجالة. جنب الغماس برضو هناك اهو، اهو شايفين هنا رميت بالهبل يا جماعة، بس أكله ضعيف أوي. خدت معايا حتى اللي بياخد الصغير. شايفين هناك يا جماعة، هناك شايفين الشط التاني برضو اهو. المكان ده يا جماعة في كفر الشيخ مصرف المحيط، هتلاقي معدي من تحت الطريق وانت رايح على البورصة، يعني هتلاقي قبل البورصة بكيلو وانت جاي من كفر الشيخ معدي من تحت الطريق. همشي بقى عكس اتجاه المية، يعني خش شمال. دي يا جماعة شكل التطعيمة، دي اسمها تطعيمة عنكبوت، دي اللي انا شغال بيها. ها رجالة، تابعونا يا شباب. طب علي يا جماعة خدوا واحد اهو، اهو تابعونا يا رجالة. معانا حتة يا رجالة، نقف على كوبري رجالة. ماشي اهو، شايفين انت التليفون في ايدي وماسك العود بنفس الايد بتاعة التليفون. ارفع الوضع ما تيجي يا مسهل يا رب، حوري بجد. اهو رجالة، حتة ما شاء الله هدراع اهو، سننا سن مزر واحد اهو. يا شباب حتة ما شاء الله، تاني حتة رجال. ها يا رجال،